من صغرهم ظهرت عليهم علامات العبقرية، وعبقريتهم دي هي اللي ودتهم في داهية. وبعد مرور 15 سنة يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة. بارك يا بابا، انا نجحت. الحمد لله، انا بشكر فضلك. كنت ان شاء الله جبت 99%. انا قلت على ايه؟ مش عارف اهو والله، بصراحه متردد يعني. طب ما فكرتش في الطب؟ يا بابا الطب بقى وامراض وتلبس وناس بتموت وتعدي وبتاع، غير ان انا اساسا علم رياضه يعني. طب ما تخش صيدله؟ صيدله بقى، في صيدليه اقعد ابيع دواء وبتاع، بقال في الاخر. غير ان انا والله العظيم علم رياضه. يا ابني عايز تخش ايه؟ يا بابا عايز اخش كليه كده، كليه مؤثره، عايز اخش كليه هندسه. هندسه؟ وعلشان هم عيال جامده عملوا اللي في دماغهم ودخلوا هندسه. بس يا عيني ما يعرفوش اللي مستنيهم، الحقيقه المره. وفي اول يوم في اعدادي